حكم السجدة التي يسقطها الإمام بعد الفاتحة هل ثبتت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تثبت. هناك ثلاث سكتات أثناء قيام الإمام. سكتة ثابتة وهي بعد تكبيرة الإحرام التي فيها اللهم بعد بيني وبين خطاياي قبل قراءة الفاتحة ثابتة. سكتة بعد الانتهاء من الفاتحة كي يقرأ الناس الفاتحة، وسكتة بعد الانتهاء من القراءة قبيل الركوع، هذه الثانية والثالثة لا تثبتان من طريق الحسن عن سمرة ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.